الله يرحمك يا ابني، الله يرحمك. انت اللي كنت غالي عليا ومالي عليا البيت. تخيلوا ان طفل صغير جاي في فطار وطالع لصاحبه عشان يفطر معاه، يقسم معاه رغيف العيش، وبعد ما ياكل معاه يقتله. تعالوا نسمع من اسرة المجني عليه ايه اللي حصل بالظبط. وصحيت الصبح وبقول له ايه، قوم يا ادب عشان ايه، عشان نفطر. قام بس في التليفون بتاعه ولا ايه، اتاخر على الشغل. قال له يا بابا انا اتاخرت، وانت اعمل الفطار وايه وهاتولي الورشة. رحت ادوسولي الورشة، لقيت ايه واحد قاعد جنبه وبساله مين ده، قال لي صاحبي. سبته ورحت ايه، رحت ماشي، رحت مروح جه لسه بتاعه جه خبط عليا وقال لي فين ادم، قلت له عندك في الورشه. طبعا رنيت عليه عشان اشوفه فين، لقيت التليفون بتاعه اتقفل، وهو عمره ما قفل التليفون خالص. طبعا نزلت فضلت ادور عليه مش لاقي خالص، قعدت حوالي اكتر من 3 ايام ادور عليه ما فيش، لغايه ما ايه ما رحت القسم عملت محضر. قلت بتاع رحت طلعت الموبايل بتاعه وقالوا لي ايه، شوف ده ابنك ولا مش ابنك. طبعا واحد مطلعني من شوال، طفل كده مطلعني من شوال، بس ايه شكله متغير ليه، عشان اتنفخ. لما اتنفخ طبعا ايه ما عرفتش اللي هم حاجتين، البنطلون اللي هو لابسه اللي هو الترن، وكان مكتوب عليه ايه بالانجليزي من قدام، وشعره ايه اسود واقرب، ده بس اللي عرفني اللي هو ده ابني. طبعا ايه فضلوا طبعا ايه دخلوا الشوارع، فضلوا يدوروا، طبعا الشوارع كلها كاميرات، فضلوا يدوروا لغايه ما عرفوا الواد مسكوه، وهو صاحبه خده وطلع بيه فوق وعشان ياكلوا مع بعض. وطبعا راح ايه راح غدر بيه، راح ضربه على دماغه وخانقه. عشان ليه؟ عشان ياخد الجهاز اللي معاه وياخد ايه التليفون. كل ده انا ما اعرفش اي حاجه، اعيش ازاي من بعد الواد؟ هو كان كل حاجه ليا، كان بيجي لي غيبوبه بتاع السكر، كان هو بيتصل بالاسعاف ويجيبها لي. اجي من الشغل قال لي عامل لي اكل هنا عشان نتغدى مع بعض. ساعة ما مات وراح مني وانا ولا عارف اكل ولا عارف اشرب ولا عايش ولا عارف اعيش خالص. الله يرحمك يا ابني، الله يرحمك، انت اللي كنت غالي عليا ومالي عليا البيت. الله يرحمه، الله يرحمه، ومنه لله اللي عمل فيك كده. اقول اكتر من كده ايه، نفسي ياخذوا الاعدام عشان حق ابني يرجع، هو ده اللي انا عايزه. مفيش صاحب يصاحب، دي مقولة اتجسدت على أرض الواقع في الجريمة اللي شفناها دلوقتي بعد ما المتهم سلم نفسه لساعة شيطان.